يتابعها علي بن راشد من مفتاح الشامسي. من الجانب الاخر شعار علي بن سعيد الزرعي يتقدم مع هذبه مع هذبه مع هذبه. افينا قادمه سعيد بن سلطان العرياني. اللحظات الاخيره وشعار علي بن سعيد الزرعي يتقدم ينطلق مع هذبه مع هذبه مع هذبه. سلام سلام للسلطنه سلام. اسعدت صباحا تهانينا تهانينا لعلي بن سعيد الزرعي. اول اشواط الاذاعه سن الامتاع مع هذبه وعلي بن سعيد الزرعي ينتزع ناموس هذا الشوط. سلام للسلطنه سلام. تحيه واحترام بهذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي. المركز قادمين قادمين في هذه اللحظات اللحظات الأخيرة لـ400 متر الأخيرة. حرك يا محرك جاوز يا مجاوز السيارة السيارة. ختامي تمهيدي المرموم ناموس المرموم غير اللحظات الأخيرة. سهيل والمهندس سهيل والمهندس الغفلي الغفلي والاتحادي مبارك بن حي بن سلوم الاكتبي. وصل العويسي وصل متعب احمد بن محمد بن صالح العويشي. اللحظات الاخيره ما بين سهيل ما بين متعب وما بين الاتحادي الاتحادي متعب. اللحظات الأخيرة الاتحادي والاتحاد قوة في هذه اللحظة مع الاتحادي. في هذه الانطلاقات الامتار الأخيرة الامتار الأخيرة العابرة العابرة محمد بن بخيت بن هديب محمد بن بخيت بن هديب في هذا الزعيري الزعيري الزعيرياتي وخود علي بن راشد الزرعي علي بن سعيد الزرعي. الامتار الاخيره الامتار الاخيره في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع العابره العابره محمد بن بخيت الزعيري والزرعي من الجانب الاخر. لكن الزعيري الزعيري ينتزع ناموسي هذا الشوط وسيارتي هذا الشوط العابره. تهانينا محمد بن بخيت الزعيري على هذا الفوز. يستاهل الفوز وناموس خود خود تاتي في المركز الثاني لعلي. على الصدارة على المقدمة على المركز الأول الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة بن حضروم الغفلي المنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هو تشاهدونه يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. إذا الشميمي الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة بن حضروم الغفلي من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام فلي بن محلة سلام على هذا الانطلاق الجميل والتحدي الناموس مع الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفه بن حضروم الغفلي. سلام سلام على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني وصل مغادر بسالم بن نايع بالشاوي الغفلي. يا سلام يا سلام اهالي مهذب اهالي مهذب صباح الخير يا اهالي مهذب. مشكور يا بشاوي مشكور يا بشاوي ما شاء الله وتبارك الله. من خلال هذه اللحظات الاسم حساسه والشوط الاول حساس والانطلاقه دائما سلطان بسالم بن نايع بشاوي الغفلي. سلام يا اهالي مهذب سلام يا اهالي مهذب مع هذا اليوم الجميل. تحياتنا تحياتنا ناموسنا الاول في اول الصباح في هذه اللحظات يحمل هذا الاسم والعنوان هي الحساسة. سلام بالشاوي سلام مع هذه اللحظة وما شاء الله وتبارك الله أول نواميسنا مع الحساسة. المركز الثاني حاضرين على المركز الثاني محمد ما
بين المتحد ما بين مهدي. نشوف التغيير، نشوف المتحد غير بشعر بن منانة. يا سلام مهدي 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 مع العميمي. الروح يا ابو محمد، جماهيرك ومحبينك من المرموم الى اهالي المرموم يتابعون هذا الاداء المتميز الذي قدمه مهدي سيب بن عتيج بن محمد العميمي. سلام يا ابو محمد، سلام سلام يا ابو محمد. نشوف اللي وصل، يسلم كرار 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 قادم. روح يا ابو محمد كرار الوهيبيات، الوهيبي الوهيبي. سلام يا السلطنه، سلام. صباح الخير يا الوهيبي على هذا الاداء الذي قدمه كرار محمد بن حميد بن نجم الوهيبي. تعال غزل 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 سلطان بن علي بن سلطان بن الهناوي، ولكن بمفتاح مطر يا مطر بمفتاح الشامسي بالنوعيه الرسميه، من نوعيه النخلي، رسميه 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 مع بمفتاح. تنتزع ناموسي هذا الشوط، تنتزع هذا الاندفاع، تنتزع شكل فريد متميز، شكل النخلي في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات الجميلة بالانطلاق بالاندفاع الجميل والرائع. يا سلام مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، تهانينا على هذه النوعية الفريدة والرائعة بالفوز والناموس في هذا الشوط. المركز الثاني غزل سلطان بن علي بن سلطان. بن سالم من دغميل الوهيبي قادم ايضا هنا ايضا، ولكن هنا الصداره مبلش يتسلل هنا بهذه الانطلاقة. مبلش الناصر بن حميد بن ناصر الهاشمي من ينطلق على الصدارة على المقدمة، يعلن الفوز يعلن الناموس لأهالي السلطنة. هنا بهذه الانطلاقة الجميلة مع مبلش ناصر بن حميد بن ناصر الهاشمي، سلام للسلطنة، سلام على هذا الفوز المميز الجميل. ها هو مبلش من أعلن الفوز وأعلن الانطلاق والتحدي. تهانينا ناصر بن حميد بن ناصر الهاشمي ولحظة وصوله إلى خط النهاية. سلام للسلطنة المركز الثاني، وسلام سامح لسعيد بن محمد بن قضيب المركز. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني رجل الوطن، ما دخل غنى منا أن العمر فاني. يا ما كتبنا ولحنا في الدار عاد باتنا الحاني، من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.